الآن من مدينة مزدان جماهير غفيرة فرحا بتتويج فريق الرجاء البيضاوي بوصوله للنهائي. مدينة مزدان تحاول مزدان الحاضرة بكل قوة لتغطية الحدث. صراحة أجواء عارمة وصاخبة جدا. فرح جماهيرنا فرح جماهيرنا كما نراه به. رجاء البيضاوي يبرعه مهارب عميقة في هذا الفوز الرائع كرويا وأداء ولد. الآن الجماعة المتصلة نحو حي الرمل أكيد أكيد أن المقاهي كانت مملوءة عن آخر. Thank you.
Let's go!